احنا هنا هنحاول نجرب معاكم الفكرة وتطبيقها على ووردبريس ويب سايت، واتحكمنا في الهيد سيكشن بتاع الويب سايت. وهنا طبعا عشان مش هقدر اسجل في الاوقات مختلفة وفي اجواء طقس مختلفة، فانا خليت هنا عندي الكرنت تايم بتحكم فيه مانيوال، والايكون هتحكم فيها مانيوال. فهنا دلوقتي ده وقت شروق الشمس، لان انا على السن رايز تايم. طبعا السن رايز تايم والكرنت تايم والسان سيت تايم بيطلعوا لي بالثواني من سنة 1970. دلوقتي انا لما عايز ازود ساعة هزود 3660 دقيقة في 60 ثانية في واحد مثلا كده، المفروض هنا هتبقى الساعة 6. انا حطيت لك ده انديكيتور طبعا عشان يوريك ان احنا الايكون كلير دي، وده كده الساعة 6. نشوف الساعة 7، كده 7. طيب الساعة 10 مثلا أو 9، كده الساعة 9. طيب الساعة 12، يعني 5 و7 هيبقوا 12، لأن السنة رايز تايم تقريبا الساعة 5، يعني مفيش اختلاف كتير أوي عن الساعة اللي هبقى 9. طيب تعالى نشوف كده الساعة 3 تقريبا، كده 15، يعني الساعة 3. طيب الساعة 4، كده ابتدت الشمس بتغرب. الساعة 5، الساعة 6، كده الدنيا الليل دخل، احنا في الشتاء فالليل دخل بالليل وشفنا العصافير اختفت. طيب تعالى نلعب بقى في الايكون او في حالة الطقس. انا عندي هنا كل الحالات اهي، clear day clear night rain وهكذا. هتلاقي clear day وclear night تقريبا انا حاطط فيهم الايكون دي. خد بالك الشريطة السوداء دي بس انا عشان ابين لك الكلام ده، لكن هي في الاصل مش موجودة. تعالى نخلي clear day مش هيختلف عن clear night حاجة. تعالى نخلي فيه مطرة بتنزل، كل ده بس عشان اقول لك ان الكلام اللي احنا عاملينه ده احنا كتبنا الصعب، الالجوريثم الصعب، كل الكلام ده معمول بجي اي افات وبسي اس اس وكلام يقدر اي حد يطبقه يعني. طيب بعد كده دي المطرة، بعد كده عندي مش شايف، عندي سنو، كده التلج بيتساقط تقريبا. انا عامل برضه السليت هو هو زي السنو. الويند لسه بصراحة مش عامل فيه حاجة. تعال نشوف الفوج، عندنا بعد كده كلاودي. خد بالك من الفوج دلوقتي عامل ازاي، شوف بقى كلاودي هيبقى مختلف ازاي. تقريبا مش مختلف خالص. انا نخلي دي 900 كده، يعني كده ظبط شوية. بارتلي كلاود نايت بقى لو احنا بالليل مثلا. فعلا السحاب قل شوية، وهتلاقي ان انا لو خليت ده كده زي كلاود دي، يعني لو خليته 700 ولا حاجة ممكن يبقى افضل شوية.
تمام كده كده انت شفت التطبيق بتاع الكلام ده في الواقع العملي. طبعا احنا لما نقفل التو فاريبلز دول فهو المفروض هيديك الكرنت كونديشن بتاعتي. طبعا في اتجاه ان احنا لسه هنطلع العلم ونطلع الكرنت تمبريتشر هنا والسامري ممكن يتكتب ده الكرنت كونديشن عندي. عندي كلير نايت وعندي الساعة دلوقتي 3 الفجر، يعني لو انت بصيت على الوقت عندي فعلا الساعة 3:42. هنا انا بطلع بس عدد الساعات يعني، بس مش بطلع التايم كله يعني. حتى هتلاقيها مكتوبة هنا، هتلاقي سيدي احنا بنعمل ايكول مين. احنا بنعمل ايكول الكرنت اورز اللي هي واخدة من الكرنت تايم عدد الساعات بس، وطبعا الكابيتال اتش دي عشان تطلعها لي ب 24 ساعة. فأتمنى إن يكون التطبيق كده واضح بالنسبة لك الإمكانيات بتاعته، وإن شاء الله لما نimplement التمبريتشر والفلاج هبقى أفرجكوا عليه برضه. إن شاء الله أشوفكوا على خير إن شاء الله.